طويلة وأنا هنا ولم أرى أي شيء. تكلم أنتما، هل رأيتما شيئا؟ كلا لم نرى شيئا أبدا. صدقني إننا لم نرى شيئا مما تتحدث عنه. لابد أنهم شاهدوا شيئا، ولكن خوفهم من الدب يدفعهم إلى الكذب وعدم قول الحقيقة أبدا. أنا قد رأيت الدب وهو يجري من هنا مسرعا ومعه لالا، ولم يقف حتى يتحيز. هل أنت واثق؟ نعم أنا متأكد. رائع جدا يا شرشور، نحن محظوظون كثيرا بمجيئنا إلى هنا. دبر لحمة، عندي فكرة. نتظاهر بمساعدته ونخبرهم ليهربوا في الحال أن يسرقون الذهب. هل فهمتما؟ نعم، ولن أخيب ظنك يا تذهب، فدعني وحدي، أنا أريد الذهب. أرجل أنت يا زعبور، دعنا نهرب. مرحبا جرجور. هل ناديتني؟ نعم، هل تريد أن تعرف سرا؟ أعرف سرا؟ نعم، أحب أن أعرف سرا يا عبدو. حسنا، اسمع السر. أخبرني. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. صحيح. لال لال راء لال سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو. لا حقا، أتعني ألف تاء تاء واء؟ لا تذيعه، إنه سر. لن أذيعه، ثق بي. لن نوري. كيف حالك؟ كيف حالك نوري؟ الحمد لله. الحمد لله. إيه نوري، ماذا؟ هل تذكر عندما ذهبنا في نزة الوحوش وأكلنا الكعك؟ أكلنا الكعك. كان كعكا بالعسل. نعم، معتين. تذكر ذلك؟ كان في سنة 47. عرفتني والكعك. نعم، عرفتني والكعك. تعرف نوري، أكلت الكعك. صحيح كعك. نعم، وكان لذيذ. لذيذة. تعرف نوري؟ ماذا؟ أنا مغرم بالكعك. ما لذة لا تذكر الكعك. أين الكعك؟ الكعك جزء مني وأنا رمل. نوري، ماذا؟ من هذا؟ لا أعرف. ماذا تريد؟ أنا أريد أن أعرف الفرق بين هنا وهناك. الفرق بين هنا وهناك؟ هنا وهناك. لأنني لا أعرف الفرق بين هنا وهناك. ما هو الفرق؟ ها؟ نعلمه؟ لما لا؟ أعطيه الفرصة. صح، شكرا. حسناً يا أبي، سنعلمك عن هنا وهناك. حسناً، شكرا. نريد أن تذهب هناك. أنا أذهب هنا. هنا. إشهاب، وين سمعنا من هالحكي؟ مو تحلف له؟ والحلف مالك هذا شي يجي بالسوق؟ ليش فليح؟ ما تارس عينك هاني؟ اقعد اقعد اقعد. هاني قلت انت ما تارس عيني؟
طلعت من حلقي هيك حكاية. إشهاب أنت مو بس تارس عيني، أنت فاقس عينتين. ملاكت سؤال دا أسأل، إذا فتت للسوق مثلا يعني وحلفت الحلف مالك هذا بيش ينباع؟ أدفتهم شنو قصدك؟ لي حاني مدى الشاقة وياك، أنت تعرف شنو أهمية القضية عدي؟ لا ما أعرف. عمي أبو ضوية إيه؟ ما يقبل يطيني بته إذا ما أشوف لي شغلة، وأنا غير هالشغلة ما أدبرها، وفلوس نقدي ما عندي جوايدي أنطيك. هاي مختصر الحكاية. وعمك أبو ضوية كم بني عندي؟ ضوية ونجلة. زين وثنين من الزوجات؟ ايه زين بعد يا ابني ايش انت هم تحسب نجلة من الزوجة؟ عجيب متزوجة لو ما متزوجة؟ متزوجة. شلون لعاد؟ هسه وانت يا مالته شلون يا مالتي؟ كيدك لما اسمك كلاوشة؟ كلاوشة فليح قابل دكذب عليك؟ شلون يصير شكله الكذب لعاد؟ دورك تريد تلفلف علي الحصان؟ فليح وعلم المحمد حرف واحد من الحشيته ما بيكذب. يبين جنابك دا تشوف قدامك زعطوك. مرهم الزوجة صار لها مدة، تيجي هسه تخطبها وتتزوجها، يا بيا عروف بيا قانون. والله حرت شو أنا فهمك، هسه تطيني الإحصان وبعدين يجيك الخبر. جيب فلوس. أنا اش فهمتك؟ يعني أظل أعيد واسقل بالحكاية؟ إشهاب يريد عروس والعروس تريد فلوس، والفلوس عند الأحصان والأحصان عند فليح، وفليح يريد فلوس. لكن صدق عود انت فد واحد جربز ولئيم. تقول لئيم؟ لئيم ونص، ومن عابت لك هالشهرة وطاح حظك وحظ حصانك انصدقوا. مرات يصير عيسف في البيت، احنا نروح نشوف عيسف حتى ناكل. صح، ما يشوف الاهل البيت يسدون الابواب وجوني. صح، نقطة جواحة. ثاني يوم نفس البيت سدوا الباب خوجونه يرمون الاكل برا، اكل متل ما يصلح لاي شيء. لويش وشنو السبب وهالظاهرة على وش الدول؟ تسألون عن هذه الظاهرة؟ بنت نفيسة بعدت على رايج بزواج حج راضي. طبعا بس بنتي لا تنسين ترى حجي راضي ابراني واني ويا فد عمر. واذا يعني اقول مثلا وحسب رايك بهالحاله اللي يمشي عليه يمشي علي. يا بي ايش تقصد يعني؟ ما قصدي شيء، بس اقول يعني مثلا اقول حد راضي لما هو بهالعمر ويحق له يتزوج، معناته يحق لكل واحد غيره يتزوج. يا بي لا تلف وتدور، احكيها بصراحه، ترى ماكو احسن من الصراحه. شو صارت محاكمة وصراحة وألف وأدور؟ وعني يا عمر يتزوج ما يتزوج إلى قير؟ أي هالشكل احنا شعلينا بغيرنا. لا راح فاتحة إذا بس اشتمت الريحة عجت أعصابها.